إذن مشاهدينا تابعنا المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية الجنوب أفريقية نالدي بانيدور، وتحدثوا فيه عن ضرورة واستكمال التعاون بين البلدين الشقيقين. يأتي ذلك أيضا في ضوء رئاسة اللجنة المشتركة في دورتها التاسعة، انعقاد هذه اللجنة بعد توقف وانقطاع لعدد من السنوات، فاستأنفت عمل لها وبحثت شتى المجالات لخدمة الشعبين المصري والجنوب أفريقي. وتحدث الوزير سامح شكري عن توافق الرؤى بين البلدين لمصلحة مصر وجنوب أفريقيا وأيضا لمصلحة القارة السمراء ككل. أيضا تحدث الوزيران عن ضرورة العمل واستمرار التعاون لتنفيذ خطة الاتحاد الأفريقي 2063 وتحقيق برامج التنمية للقارة الأفريقية في ظل وجود عدد من التحديات، لعل أبرزها كما ذكر الوزير سامح شكري هو بالطبع تحدي الإرهاب. كل ذلك يحتاج إلى مواجهة مشتركة بين كافة دول القارة. ويعني أيضا كان هناك حديث عن أن مصر وجنوب أفريقيا هما لاعبان أساسيان في القارة الأفريقية ولهم دور كبير في مختلف القضايا، وضرورة التعاون في ملفات مختلفة ومجالات مختلفة بين مصر وجنوب أفريقيا مثل التعليم، البحث العلمي، قدرات تعزيز قدرات الشباب، تمكين المرأة، أيضا التعاون فيما بعد جائحة كورونا وتوفير اللقاحات، خصوصا أن مصر لديها خبرة في هذا الإطار كما ذكرت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقيا. إذن مزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، يعني إذن التأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا لمواجهة كافة القضايا التي المطروحة على الساحة الأفريقية، ويعني يأتي هذا اللقاء في يوم أفريقيا كما نتابع اليوم. حقيقة يعني مصر وجنوب افريقيا لهم مقومات مهمه جدا للتدخل في مساعده بعض الدول على مواجهه المشاكل المختلفه، وبالتالي فان هذا الاتفاق على التصدي للمشكلات الافريقيه يكون شيء جميل جدا، ويكون في تعاون لدائره منطقه القاره، خاصه في يوم الاحتفال يوم افريقيا الذي هو يجمع من التضامن والسعي وراء المصالح المشتركة لكل القارة. نعم. نعم سعادة السفير، يعني كان هناك حديث لوزيرة الخارجية الجنوب أفريقية عن مسألة هيكلة مؤسسات الأمم المتحدة بشكل فيه مشاركة أكبر للقارة الأفريقية بها 54 دولة، وحتى الآن ليس هناك دولة أفريقية عضو بمجلس الأمن. كيف يمكن التعاون على سبيل المثال في هذا الاتجاه لتحقيق وجود دولي أكبر للدول الأفريقية واستغلال العلاقات بين البلدين مصر وجنوب أفريقيا عنها نتحدث الآن في تحقيق ذلك؟ والحقيقة يمكن يعني للدول الأفريقية أن تجتهد بحيث أنها تكون موجودة في كل اللجان وفي جميع المؤتمرات والمحافل، لأن موضوع العضوية الدائمة لمجلس الأمن يرتبط بنص قانوني موجود في ميثاق الأمم المتحدة أنه لا يمكن لأي دولة جديدة تدخل غير الدول الخمس الموجود حاليا إلا بموافقة الدول الخمس، يعني ألا تعترض دولة من الدول الخمس وتستعمل حق الفيتو اللي هو حق النقد يعني. وبالتالي فإن هذه الدول الخمس لا تريد لأحد أن يدخل، كان هناك في ألمانيا كان مرشحة لذلك، وكان اليابان أيضا، وكان الكلام على أفريقيا تختار دولة لكي تكون مرشحة للعضوية، ولكن هذا الأمر يرتبط بعدم الاعتراض القانوني واستخدام حق الفيتو لوقف هذه العضوية. نعم نعم.
يعني سعادة السفير، أكدت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية أن مصر وجنوب أفريقيا هما لاعبان أساسيان في القارة الأفريقية. من هذا المنطلق، كيف يمكن أن يكون هناك تأثير أكبر للبلدين الشقيقين في مواجهة كافة القضايا المختلفة والتحديات أمام القارة الأفريقية والقارة السمراء بشكل عام؟ يمكن أن يكون هذا من خلال التشاور السياسي بين البلدين لإيجاد موقف مشترك، وطبعا الموقف المشترك سيكون له قوة نظرا لمركز الدولتين في القارة، وهذا لصالح القارة الأفريقية. نعم. نعم سعادة السفير، أيضا في هذا المؤتمر الصحفي تابعنا بعض الأسئلة من جانب عدد من الصحفيين، وكان هناك يعني سؤال خاص بملف سد النهضة، وهنا أكد الوزير سامح شكري على استمرار يعني التعامل والعمل مع الاتحاد الأفريقي للتعامل مع ملف سد النهضة بما يحقق التنمية للشعب الأثيوبي وأيضا الحفاظ على حقوق مصر والسودان في مياه النيل. ومن جانبها أكدت أيضا وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية على ضرورة الاستمرار في التعامل مع هذا الملف تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. كيف يمكن الخروج بربما يعني مواقف قريبة من الحل في هذا الملف بتعاون أفريقي أفريقي، تعاون ثنائي بين مصر على سبيل المثال وجنوب أفريقيا وأيضا عدد آخر من الدول الأفريقية الشقيقة؟ الواقع ان الرئيس السيسي بيحاول دائما في كل جولاته الافريقيه ومقابلاته مع الرؤساء الافارقه سواء في القاهره او في بلادهم ان يوضح الموقف المصري. الموقف المصري واضح جدا ويتلخص في المحافظه على حقوق المصريه في المياه وفقا للاتفاقات الدوليه. الاتفاقات الدوليه واضحه جدا ان مصر لها نصيب في مياه النيل محدد ومعلوم لدى الجميع، وانه يجب ان اي اعمال تقام على النهر لابد من التشاور بشانها. هذا الموقف نرجو ان تتفهمه اثيوبيا تفهما جيدا، لان لا يمكن ابدا ان تتنازل مصر عن اي حق من حقوقها في مياه النيل، لان النيل هو الحياه، والحياه بالنسبه للشعب المصري ترتبط بالمياه، ولا يمكن ابدا ان ينتقص من حقها. وان استخراج الكهرباء المطلوبه يكون بغير هذا الحجم وغير هذا المل، ولا يجب ابدا ان يتجه الجانب الاثيوبي الى التصرفات الوحيديه، ولا بد من التعاون. فمطلوب من جنوب افريقيا ومن غيرها من الدول الافريقيه ان تقف الى جانب الحق، الحق يتمثل في حقوق الاتفاقات الدوليه، الاتفاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا، وأيضا الاتفاقات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية. نعم سعادة السفير إبراهيم أشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. وما زلنا نتحدث حول هذا اللقاء والمؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية سامح شكري وأيضا نظيرته الجنوب أفريقية، ومزيد من المتابعة وتفاصيل إلى مقر وزارة الخارجية، مقر انعقاد هذا المؤتمر، مع الزميل أحمد سعد الدين مراسل النيل. أحمد بعد التحية، مزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر وأبرز الملفات المطروحة فيه. يعني بالفعل انتهت جلسة المباحثات والمؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية سامح مع نظيرته الجنبية الأفريقية ماميتي باندول، وكذلك تناول من خلال جلستين مباحثات وكذلك المؤتمر الصحفي العديد من القضايا ومحل الاهتمام المشترك، اكد على سعي كلا البلدين على الارتقاء في العلاقات في محاوله لمواجهه التحديات التي تواجه المنطقه الافريقيه، ويسعى كلا البلدين لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي. واكدت وزيره الخارجيه الاجنبيه الافريقيه الجنبيه على يعني ان مصر وجنوب افريقيا لاعبا اساسيا في المنطقه، ويمكنهم بالفعل الارتقاء والنهوض في القاره الافريقيه، حيث ان هناك العديد من الرؤى والتوافق ما بين البلدين على كافه الانحطاط وفي مختلف القضايا. يعني تناول كلا البلدين ايضا
يعني قضية سد النهضة الإنسانية من خلال سؤال لأحد الصحفيين. يعني بالفعل أكد الوزير شكري على حرص مصر على العودة إلى مطولات المفاوضات، التأكيد على حصة مصر واستثمارات مصر التاريخية وحقوق مصر المائية خلال العقود الماضية، وكذلك يعني أن مصر بالفعل يعني تحترم حقوق الدول الأخرى في التنمية، ولكن مع ضمان الاقتطاع أو ضمان حقوق مصر والسودان في نهر النيل. كذلك تم تناول آلية تحقيق التعاون والتكامل ما بين البلدين، خاصة وأن مصر يعني كما قالت وزيرة الخارجية خارجية جنوب أفريقيا أن مصر تنعم بإنتاج العديد من المستحضرات الطبية، وكان هناك تعاون ما بينهم في مواجهة فيروس كورونا، وتثمن على جهود مصر في استضافة مؤتمر وقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وكذلك تشير يعني إلى أهمية أن يكون هناك تضافر بين الدول الإفريقية، خاصة أن هناك أكثر من 45 دولة إفريقية يعني ليس لهم عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وكذلك يعني لابد من تحقيق التكامل ما بين الدول والبلدان الإفريقية الأغنى من حيث الموارد، حيث أنها تمتلك المساحات الكافعة من الأراضي الزراعية، ولكن هناك بعض البلدان التي ما زالت يعني تعاني من الفقر والجوع حتى الآن، والدول الإفريقية الأغنى من حيث الموارد ولكنها هي يعني تعد القارة الأفريقية يعني من حيث استعداد ثلث العالم من حيث الاستهلاك. يعني تم إلقاء الضوء على العديد من الرؤى ويعني سبل التعاون والتكامل وتحقيق التكامل وأهمية تنفيذ هذا لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2063 لتحقيق التعاون والتكامل ما بين دول القارة الأفريقية، حتى تتمكن الدول الإفريقية من تخطي العقبات التي يموج بها المنطقة الإقليمية ويموج بها العالم. نعم، أحمد سعد الدين مراسل النيل كنت معنا من مقر وزارة الخارجية متحدثا عن اجتماع وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الجنوب أفريقي. ومزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا هاتفيا السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. سعادة السفير، بعد التحية، يعني كيف ترى هذا اللقاء اليوم بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الجنوب إفريقية، وكيف يعكس العلاقات الطيبة وعلاقات يعني الأخوة بين الشعبين الشقيقين، خصوصا ونحن نتحدث عن الاحتفال اليوم بيوم إفريقيا؟ يعني من حسن الطالع أنه اجتماع وزيري الخارجية وانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة مصرية جنوب أفريقية تيجي بشكل متزامن مع احتفالنا بيوم أفريقيا، واحتفال بيتم في كل القارة الأفريقية، كافة الدول، كافة الحكومات وعلى مستوى الاتحاد الأفريقي وغيرها من المؤسسات الأفريقية. احنا بنتكلم هنا على اكبر اثنين من اكبر اقتصاديات او القوى الاقتصاديه اللي موجودين في القاره، بنتكلم على اثنين من اكبر المساهمين في ميزانيه الاتحاد الافريقي، بنتكلم على اثنين من اكبر القوى السياسيه اللي بتضع سياسات القاره الافريقيه. من هنا مهم جدا انه يبقى في تشاور مستمر ولقاءات وزيارات متبادله على هذا المستوى العالي، ومهم جدا اليه اللجنه المشتركه وانعقادها بشكل دوري، لانه بيتم في اطارها بحث اولا كافه جوانب العلاقات بكل تفاصيلها، الموقف الراهن، ايه العقبات، ايه العراقيل، كيفيه متابعتها، و
ضمان استمرار نموها، وخاصة وأنها يعني لها آفاق رحبة جدا في المستقبل لو تم توظيف مقومات وقدرات هذين الاقتصادين الكبيرين في القارة الأفريقية، مش بس بشكل يخدم الشعبين المصري وجنوب أفريقي أو الدولتين، وإنما أيضا القارة الأفريقية. الشيء الثاني أنه طبعا بيتم بحث كافة المضادات الصلة بالشأن الأفريقي، الوضع الأمني في القارة، الوضع الصحي في القارة، لأن اقتصاديات الدول الأفريقية تأثرت بشدة بفعل جائحة كورونا. أيضا في هذه الأوقات تداعيات الأزمة الأوكرانية على اقتصاديات الدول الأفريقية، وخاصة وأن هذا الموضوع بيمس قوت الشعب المصري والجنوب أفريقي، قوت الشعب أو الشعوب الأفريقية. فما فيش شك أنه المشاورات مهمة، يجب أن احنا نتذكر أنه جنوب أفريقيا لما تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي من سنتين سعت في أنها تلعب دور في سبيل توصل ثلاث أطراف، مصر والسودان وإثيوبيا، لتسوية للخلاف بينهم فيما يتعلق بفتح المعركة. في تنسيق مستمر من خلال القمم، خاصة القمة اللي كانت بتجمع مجموعة مصغرة من رؤساء الدول، الرئاسة الحالية السابقة القادمة، فكان في تواصل وكان في تعاور وتنسيق حتى فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية لمجموعة العشرين اللي جنوب أفريقيا تمثل القارة الأفريقية فيه. نعم. هناك دائما تشاور وتنسيق. آخر حاجة هقولها إنه فيما يتعلق بقمة غير المناخ القادمة في نوفمبر، ده أمر بيعنى بتاعنا للقارة الأفريقية، بيمثل أولوية، لأنه في الواقع ده من أهم التحديات اللي بتواجه الواقع الافريقي. وخير ان فعلت وزاره الخارجيه انها دعت الى اجتماع تنسيق افريقي قبل انعقاد قمه تغير المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. نعم. سعاده السفير علي الحفني، بالعوده الى مساله توفير الغذاء والحديث عن هذا الشان عالميا بشكل عام بعد الاحداث العالميه الاخيره والازمه الروسيه الاوكرانيه، وزيره الخارجيه الجنوب افريقيه اكدت هنا اجابه على احد الاسئله في المؤتمر الصحفي، اكدت على ان علينا الاهتمام بملف الزراعه لتوفير طعامنا وجذب الشباب للعمل في هذا الملف، فهي الزراعه هي محرك رئيسي للاقتصاد، وأيضا أن تتحول القارة الإفريقية إلى الصناعة، فإفريقيا تشكل ثلث مستهلكي العالم. كيف يمكن توحيد الجهود والتعاون في هذا الملف تحديدا بين مصر وجنوب إفريقيا لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي وتوفير مسألة الصناعة للمواد المتوفرة في القارة وتسهيل نقلها وشحنها من خلال القارة الإفريقية؟ تصريحات وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية والوزيرين في الواقع فيما يتعلق بأزمة الغذاء، وواقع أن القارة الأفريقية متضررة أكثر من أي مناطق أو قارات أخرى بفعل الأزمة الأوكرانية فيما يتعلق بهذه الأزمة، أزمة الغذاء شح المعروض منها بفعل الأزمة وارتفاع أسعارها بالضرورة. وبالتالي هناك توجهين، هناك توجه في الحال، وبنجد رئيس الاتحاد الافريقي رئيس السنغال ماكي سال بيتوجه الى روسيا واوكرانيا لبحث هذا الموضوع على وجه التحديد، انما طبعا على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل فما فيش شك انه موضوع القطاع الزراعي والانتاج الزراعي والتصنيع الزراعي يبقى على رأس أولويات القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة. ليه؟ عشان نذرع أي احتمال لتكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل بالشكل اللي يأثر على احتياجات الشعوب الأفريقية الغذائية. من هنا هناك كل الإمكانيات متوافرة في القارة الأفريقية، يجب أن تتوافر الإرادة السياسية بحيث أنه يبقى في عمل جماعي لحل هذه الإشكالية وإعداد الساحة الأفريقية
لمواجهة تكرار مثل هذه التحديات في المستقبل. نعم سعادة سفير، يعني إذا كيف يمكن البناء على هذه العلاقات الطيبة والقوية بين مصر وجنوب أفريقيا لتحقيق مزيد من الوحدة بين شعوب القارة الأفريقية، لتحقيق تحديدا خطة التنمية 2063 للاتحاد الأفريقي، يعني بصفة مصر وجنوب أفريقيا البلدين هما اللاعبان الأساسيان في القارة الأفريقية؟ بالضبط كده، فكري انه في العواصم الافريقيه في المؤسسات الافريقيه يتطلعوا لمثل هذا اللقاء وانعقاد مثل هذه اللجنه، لانه عارفين انه احنا بنتكلم على اثنين من اكبر الاقتصاديات وقوتين زي ما سعادتك بالضبط تفضلتي وقلتي، محركين للسياسات الافريقيه. فما فيش شك انه بينتظر مصر وجنوب افريقيا دور مهم يلعبوه خلال الفترة القادمة لتوجيه البوصلة فوق التركيز على القطاع الزراعي، بحيث انه يبقى يعني هو القطاع اللي بيحظى بأكبر اهتمام خلال الفترة القادمة. أزمة الغذاء ممكن تأثر بشكل كبير وهتأثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول الأفريقية واحتياجاتها من الغذاء، وهذا الوضع الشائك يحتاج تضافر القوة، ودولتين زي مصر وجنوب أفريقيا يلعبوا دور أساسي في هذا الإطار. أنا واثق أنه ما سوف يتمخض عن هذا اللقاء فيما يتعلق بهذه الجزئية على وجه التحديد حيجد صدى في أدبيات المؤسسات الأفريقية خلال الفترة القادمة وفي القمم الأفريقية، لأنه فعلا أصبح حاجز بيزيد من التحديات الكثيرة اللي بتواجهها القارة الأفريقية وخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ. من هنا الموضوعين دول يعني شيء طبيعي إن هم يبقوا على رأس الأجندة، مواجهة أزمة الغذاء والاعداد الجيد لقمه كوب 27 قمه تغير المناخ القادمه في شرم الشيخ. نعم، أيضا وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية أشارت إلى التعاون مع مصر بشكل ثنائي في مجال التعليم، البحث العلمي، تعزيز قدرات الشباب، تمكين المرأة، وأيضا ما بعد جائحة كورونا مسألة اللقاحات لاستفادة من خبرة مصر في هذا المجال. بالطبع هنا في مصر بدأنا في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، ومصر أصبحت رائدة في هذا الإطار في القارة الأفريقية. كيف تعزز هذه الريادة التي تضيف إلى ملف مصر في القارة الأفريقية، تعزز من مكانتها ودورها أفريقيا؟ المصنع اللي أنشئ بين فاكسيرا وشركة ساينوفاك لإنتاج الأمصال المضادة لكوفيد 19 فيروس كورونا هو مثال على التعاون الثلاثي المصري الصيني الافريقي، لانه الانتاج انتاج هذا المصنع مش مخصص فقط لتلبيه احتياجات السوق المصريه، انما ايضا لتلبيه احتياجات السوق الافريقيه حيثما كان ذلك متاحا. الدولتين يعني سواء اساسا او في الاونه الاخيره حقق طفره في مجالات البحث العلمي. البحث العلمي بيمثل اولويه على اجنده الدولتين الوطنيه. موضوع التعليم بيحصل اهتمام كبير جدا، تمكين المراه بيحصل به اهتمام كبير جدا، وبالتالي كلها مجالات بترشح الدولتين في انها تعزز مش بس التعاون بينهما في هذه المجالات، انما ايضا في تعزيز او تقديم الخبره ومسانده الدول الافريقيه الاخرى في هذه المجالات، على اساس ان هما اصبحتا دولتان رائدتان او دولتين رائدتين في هذه المجالات. ما فيش شك انه هناك الكثير لتحقيقه في اطار التعاون الثنائي، وايضا لتحقيقه فيما تقدمه الدولتين
للدول الأفريقية الأخرى لدعم جهودها في مجال التنمية وخاصة التنمية البشرية، نواحي خاصة بالصحة وبالتعليم، تمكين المرأة، الشباب، شباب وإباحة الفرصة للشباب وتوظيف طاقتهم بالشكل اللي يخدم على مصالح الدول الأفريقية ومصالح الدولتين في المستقبل المنظور. فكلها مجالات الحقيقة هناك ذخيرة طيبة موجودة في القاهرة وفي بريتوريا، بحيث أنه نشهد طفرة في علاقات التعاون الثنائي، ونشهد طفرة أيضا فيما تقدمه الدولتين من دعم لسائر الدول الأفريقية. نعم، السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف متحدثا عن يعني العلاقات المصرية الجنوب أفريقية في ضوء زيارة وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية إلى مصر ومؤتمر صحفي مشترك بينها وبين الوزير سامح شكري، وأيضا انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في دوراتها التاسعة، وتحدثنا أيضا عن عدد من ملفات التعاون المشترك بين دول بين مصر وجنوب أفريقيا وأيضا الدول الأفريقية بشكل عام بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا. وننتقل الآن مشاهدينا إلى شأن آخر، ونتابع معكم على الهواء مباشرة جانب من جلسة في مجلس الأمن حول حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة. هامش ما بين الأزمة والفقر المدقع، ولكن مع كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، يتم القضاء على هذا الهامش الذي كانت تتحل به المرأة. نحن نأمل في السلام لكل الأوكرانيين ونقف معهم تضامنا، لأننا ندرك أن آثار الحرب والنزاع والكوارث بعيدة، ويتحملها الأكثر هشاشة وتهميشا. ومنظمات المنظمات المجتمعية والمنظمات النسوية هي التي عادة ما تكون في الصدارة لتوفير الدعم الفوري وتمنع التراجع عن التقدم الذي أحرزته المرأة في قدرتها على الصمود وحفظ كرامتها ومركزها. وسأطرح مثالا لأحد المتخرجات من برامجنا وهي سولانج، والتي تعرضت للاغتصاب 4 مرات عبر عقدين من الحرب، وشهدت بأم عينها زوجها وأطفالها 3 يتعرضون للتعذيب والقتل. وبعد الاغتصاب 4 والذي أدى إلى حمل، دفعت إلى مغادرة قريتها بحثا عن بداية جديدة لها ولبنتها. وعلى الرغم من ما حصلت عليه من قدرة على الوفاء باحتياجاتها بفضل التدريب، تعرضت للاستهزاء من مجتمعها وتم إقصائها كضحية للاغتصاب، وذلك بسبب الندوب الواضحة في جسدها من جراء الضرب الذي تعرضت له. وبفضل أصدقائها استطاعت أن تحصل على هذا التدريب وبنت التقام بين المشاركين، وقالت أننا جميعا نقبل بعضنا البعض بدون أي تمييز. وبدأت تلك الندوب غير المرئية في التعافي. امرأة مثل سولانج ما هي إلا مثال على عديدات قد تسقط في تلك الفجوة ما بين الخدمات المجتمعية بسبب الوصم والإقصاء. وإذا ما كان هدف المساعدات الإنسانية والوصول هو الحد من الضرر الذي يتعرض له كل المدنيين المتضررين من النزاع والحرب، إذن فبغية الوصول إلى سولانج نحتاج إلى نهج تحولي جنسانيا ومنظمات نسوية محلية، وأن يكون ذلك جزء من استراتيجياتنا للحماية والعمل الإنساني. تلك النهج لم يتم الإقرار بها ولم تؤخذ بعين الاعتبار فقط لآثارها الفريدة من نوعها والتحديات التي تمثلها. فالتحول الجنساني يعني أن عمليات صنع القرار والتخطيط على جميع المستويات يجب أن تقيم بشكل ملائم وتقر بقدرات المرأة والمصادر الثرية التي تحتويها المرأة
كقائدة في المجتمع المدني نشهد عاما بعد عام أننا حينما نبني قدرات المرأة وقدراتها على الصمود من خلال برامجنا تستطيع أن ترد الصنيع مقدما للنساء في مجتمعها وللأجيال القادمة. فامرأة مثل سينامة التي شهدت معاناة أمها لتربية 7 أطفال وهي تأكل وجبة واحدة يوميا لأنها لم تكن لها أي حق في حيازة الأرض أو الإرث، مما أدى إلى عائلة برمتها مستضعفة أمام جولات جديدة من النزاع والأزمات. والآن بعد أن بلغت سينامة 26 عاما قامت ببناء قدراتها من خلال البرنامج التدريبي لتصنع الطوب، واليوم هي أصلا مدربة مهنية وتنقل نفس المهارات لنساء أخرى في مجتمعها، وهي أيضا أصبحت حائزة على ملكية أرض وتعيش إرثا تتركه للأجيال القادمة تأمل أن يتخطى الحروب التي للأسف. إذن مشاهدينا كان هذا جانبا من جلسة في مجلس الأمن حول حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، تابعنا فيه جانبا من كلمة المدير الإقليمي لمنظمة المرأة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت تشير في حديثها إلى آثار الحرب والكوارث وأن الفئات التي تتحملها أو تقع عليها هذه الأضرار أو تداعياتهم الفئات الأكثر هشاشة، وتحديدا ذكرت عدد من الحالات لنساء تعرضن لانتهاكات في أماكن النزاعات المسلحة، وأكدت على معاناة النساء بشكل عام في هذه الأماكن وضرورة توجيه الدعم لهن. إذن مشاهدينا متواصلون معكم على شاشة النيل الأخبار ومتابعة لكافة الأخبار على الساحة سواء الدولية أو الإقليمية أو أيضا المحلية. على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا.